ترأس وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكي حسن تيسو ترأس أعمال الاجتماع العام الأول لمناقشة خطة وتسيير العام الدراسي الحالي، وذلك بحضور رؤساء الجامعات والمعاهد العليا وممثلي الاتحادات الطلابية. تقرير الحسين النور يوسف. هذا اللقاء يعد الأول من نوعه منذ حلول عام 2017. جمع وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو مع رؤساء الجامعات والمعاهد العليا بجميع ربوع البلاد، وكذا المدراء العامون وممثلي الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين. يحدث هذا الاجتماع الذي جمع الإدارة الفنية لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار إلى البحث عن حلول للمشكلات التي باتت تحدد التعليم العالي بسبب الأزمة التي شلت الاقتصاد الوطني. في مداخلته بهذه المناسبة، وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو طلب من رؤساء الجامعات والمعاهد العليا عرض التقارير النهائية عن كيفية سير العمل الأكاديمي من أجل تحديد نقاط القوة والضعف ووضع استراتيجية جديدة عن كيفية تسيير العمل في الجامعات والمعاهد العليا التي جلها ما زالت تواجه تحديات عن كيفية تسيير العمل فيها. أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار: وضع المؤسسات، كيفية التسيير الذي تسير عليه، ما هي الرؤية، ما هي الخطط لكيفية تسيير العام الدراسي الحالي الذي بدأ بتعسر ولكنه ينطلق، والآن هناك عقبات فعلا، ولكننا عازمون ومصرون على أن يستمر العام الدراسي حتى تتحقق التطلعات. والذي يشار إليه الآن إن هذا أول اجتماع جمع وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مع رؤساء الجامعات والمعاهد العليا بعد التعديلات الأخيرة للعديد من رؤساء الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد.